بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلنا إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به، وكان من الممكن أن يقول الرسول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويكون قد أدى المأمور به، ولكنه لم يؤدي الأمر، فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله، فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به، مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله. فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد، نقول له يبقى أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله، ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله، فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد وتلك نعمة، وله على خلقه فضل التكليف، لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف، تبقى مشتبعة، مش عايز منك حاجة تصنعها له، إنما يريد منك قانون صيانة حياتك، قانون. وإحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر، المهندس حين يضع لها قانون الصيانة: افعل كذا ولا تفعل كذا، وأدر كذا ولا تدر كذا، وضعها على فلت قد كده، هذا القانون الصيانة أيعود على المهندس بشيء؟ إنما يعود على المنتفع بالصنعة. إذن فوضعه، وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانة، تبقى نعمة منه ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى إذن لله قانون، لله إيجاد، ولله إمداد، ولله تكليف. ضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد، لأن إن لم يعطني نظام حركة الحياة فافعل ولا تفعل يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد. يبقى من تمام النعمة أن يوجد تكليف. فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد، فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف، وتحب من أجل أن نكلف. ما أنت تحب الله، ولكن فيه فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله. يبقى أن تحب الله لأنه أوجد وأمد، ثم نظرت إلى التكليف على أنه عملية شقة فشق عليك، نقول له ما يكفيش أنك تحب ربنا لنعمة إيجاده وإمداده، لأنك أنت تبقى أهملت نعمة تكليفه اللي عايد عليك. فنعمة التكليف دي بإيه؟ بأنك أنت تؤديه.
فمن الجائز انك تحب ربنا للاوليه للايجاد وللامداد، ولكن الله يتوقف حبه لك على ان تعرف نعمته في التكليف. تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك. واظن احنا بنشوف حاجات كتير قوي، واحد يحبه واحد ولا بيحبوش، بنشوف دي ولا لا. الشاعر قال ايه المتنبي؟ قال له انت الحبيب صحيح، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي. تبقى حاجة متعبة ولا مش متعبة؟ صحيح انا بحب، انما انا بستعيذ ان انا اكون بحبك وانت ما تحبنيش. فكأن الذين يدعون انهم يحبون الله لانهم عبيد احسانه ايجادا وامدادا، ثم بعد ذلك يستنكفون او لا يقدرون على حمل نفوسهم على اداء التكليف، نقول له انت منعت شطر الحب لله، لانك انت فاهم ان ربنا كلفك لصالحه وده هو كلفه لصالحك. يبقى التكليف لا يقل عن الايجاد وعن الامداد، لان بالتكليف صلاح الايجاد والامداد. الحب هو ودادة القلب، وودادة القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبة لله نقوم نشوف أثارها إيه، تعمل إيه يعني؟ العطف والرحمة والرضا طب ومنك أنت تبقى إيه؟ تبقى طاعة. تبقى إيه؟ تبقى طاعة. الحب الذي هو ودادة القلب دي كل واحد يقدر عليه، إنما إحنا عايزين كمان مع ودادة القلب ودادة القالب. انفعل بقى، شوفوا عايز ايه يعمله. عال قوي. قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قد قائما بالقسط، يعني ما بيكلفش شطط، ما بيكلفش فوق الوسع، ما بيكلفش فوق الطاقة. يقول لك الحب المراد الحب العقلي في التكليف، الحب العقل. لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي. العاطفي دي ما يقننش له، ما اقولكش حب فلان عاطفي، دي مسألة مش بقانون. الانسان يحب ابنه الغبي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله. لما يلاقي ابن جاره وعدوه ذكي يحبه بعقله، انما ما يحبوش بعاطفته. يعني لما تقعد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته. ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفة. التكليف دائما بالمقدور عليه وهو حب العقل. ومعنى حب العقل إن أقول الله أنا لولا الدين ده كنت عملت إيه، أنا لولا الرسول ده كنت بقيت فين، أنا لولا كذا، فحبيته بعقلي. قد يتسامى الحب فيكون بالعطف أيضا، بعدين تجيب العطف. المكلف به إيه؟ حب العقل، مش الحب الايه العاطفي. ولذلك يجب ان نفطن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. سيدنا عمر وقف فيه قال له لا من نفسي، لا من مالي من ولدي مش عارف ايه، انما نفسي. وقف فيه، شوف صدق الاداء. النبي كررها تاني وكررها ثالث. أم سيدنا عمر عرف إن مدام بقى التكليف يبقى لابد أن تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل، ما هوش حب الإيه، ما هوش حب. أنت يا عمر ذهبت إلى أن حب العطفة وحب العاطفة لا يقنن له، حب العقل هو اللي يقنن له. ففهم أن أن الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفي، ومدام وجد تكليفي يبقى داخل في نطاق المقدور عليه. نطاق المقدور عليه مش العطف، يبقى العقل. نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه؟ بالعقل بقى، ده عال قوي. فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الآن يا رسول الله. فقال له رسول الله الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك الآن. ايه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكايه دي، يعني
فينا نقول لك الدواء المر انت تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه، انما بعاطفتك ولا بعقلك؟ بعقلك. يبقى اذن حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وان كانت نفسك تعرفه. بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا؟ تبقى تحبه بايه بعد؟ يبقى اذن المطلوب ايه؟ الحب هو حب العقلي، وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال لهم ان كنتم تحبون الله، هي مش دعوه، هي ايه؟ مش دعوه. الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب، شوفني بعمل ايه، اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زي، يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا مخدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لانكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف. تبقى يجب أنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تقوم تحبه للإيه؟ للتكليف. تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد انت ما حبيت ربنا يبقى ربنا إيه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حبك حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله، يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه؟ انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي، يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عدالة ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجة الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه. فاللي فات نغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل تانية برضو قل اهي، اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في الف الامر بالطاعه جاءت في القران على ثلاث الوان، مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه. اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا، اطيعوا من المطاع الله والرسول الاثنين. هذا الله اذن اتبعوني يحببكم الله، قال لك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعه الله. يبقى انا ما بقولكش طيعني، ده انت بتطيع الله. اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومرة في آية أخرى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
يعني يجيب عند الله أطيعه وعند الرسول أطيعه. يبقى مرة يوحد أمر الطاعة خلاص، ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني، زي الآية اللي معانا دي، أطيعوا الله وإيه والرسول. ومرة يقول أطيعوا الله انتهت دي، وبعدين يكرر أمر تاني يقول إيه وأطيعوا الرسول. ومرة يقول أطيعوا الرسول بس، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك إيه ودي ألوان التكليف، لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي، يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل، يبقى فيه طاعتين، فيه إيه طاعتين اتنين، أطيع الله وأطيع الرسول. الأمر المتحد يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص. الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقيمها. إيه الصلاة واجبة أقيمها إزاي؟ كما يقول، يبقى دي الطاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي أنا. الله، وما دام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه، وما دام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لما أطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد أي حكم مش موجود في القرآن، يقول له ما دليله من القرآن؟ ما دليل إن الفجر ركعتين، ودليل إن الظهر أربعة، والعصر أربعة، وده ثلاثة، إيه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له إيه بالك الدليل إيه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القرآن ولا لأ؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الأمر بالطاعة جاء في القرآن على ألوان ثلاثة. اللون الأول إن اتحد المطاع، الأمر بالطاعة الله والرسول، نعطف الرسول على من؟ على الجلالة. إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طيب على الأول. وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه إيه؟ دي للرسول، أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعوا وأطيعوا، إحنا قلناها مرة إن هو يقول وأولي الأمر، وأولي إيه؟ ما قال هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مش جابها في مسألة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر عشان يلتحموا في طاعة واحدة، جابها في الآية اللي مفرق فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علشان تفتن إن عند أولي الأمر حذف شيء وهي إيه؟ أطيعوا، عشان نقول له إيه وهم مالهمش طاعة ذاتية، الرسول له طاعة ذاتية، إنما أنتم مالكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمدة من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله وللرسول. خلصنا من دي كده؟ قل أطيعوا الله والرسول، يبقى أنتم إن كنتم حريصين على الحب من الله لكم، أنتم بتحبوا ربنا، لكن أنتم المسألة أن ربنا يحبكم، مش كده الفايدة تيجي من هنا على الأول، فأدي اتبعوني. وفي التكليفات تعملوا إيه؟ أطيعوا الله والإيه؟ والرسول، أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا، تولوا يعني إيه؟
يعني لم يستمعوا إليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فإن الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت إلى الكفر على طول، انتقلت إيه على الكفر لما تولوا عن اللي قال الرسول وهو إلى آخر، يبقى انتقلت إلى الإيه. في تفزيع أكتر من كده بقى؟ ما فيش تفزيع أكتر من كده. وكلمة تولوا بقى يعني كأنهم نفروا وأعرضوا، مش خدوا الحكم. وبعدين يعني الكسل ما خلهمش يعملوا، جت من أولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن أوامر الله إنهم ما يفرقوش بين أمر يتقبل على أنه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي لشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه، وتتسامى إلى أنك تنكره، لأنك أنت إن أنكرت تبقى البعيد كافر. إنما خليك مؤمن به وقول هو كويس بس أنا مش قادر على نفسي، تبقى معصية بس، تبقى إيه؟ تبقى معصية فقط. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لنا أصول العقائد في شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط، وأنه يبشر المؤمنين بأنه يدّلهم الملك الإيماني، وبأنه قادر وطلاقة قدرته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا فتريدون أن يحبكم الله فأطيعوا. إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية، يعطي لنا نماذج من الخلق. لأن فيه فرق بين إنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا لم أكلف شططا ولا عبثا، وإنما كلفت تكليفات، وفيه من الخلق أمثلكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا. فعرض نماذج، لسه الإسلام جاي جديد، يوم يعرض نماذج في القديم علشان نعرف إن إحنا ما عندناش أبداً، الإسلام ما عندوش تعصب أبداً، لأن الدين اللي جاي من الله على آدم هو الدين اللي جاي لإبراهيم، هو الدين اللي جاي لآل عمران، هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى أشياء الإسلام جاي عشان ينسخها. إيه العظمة دي؟ يوم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عدالة القرآن، شوف جاي القضية فين، مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها، إحنا ما حملناش أبدا ذنب الأبناء، ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء. ده إحنا بنقول لهم ده دولي الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطهرة، وخسارة إنكم تبقوا بالشكل اللي أنتوا فيه ده. إن الله اصطفى آدم، نقول له أصل هو علمه أزلي وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجة مترتبة على حاجة، ده علمه مرة واحدة كده. فهل ساعة تأتي أنت بقانونك البشر وتيجي تتفرس في أي واحد كده وتوليه أمر يوم ينجح، ثم تقول أنا مش قلت لك ما يفرست فيه كانت كويسة؟ طب تفرستك أنت، طب وفرصة ربنا بقى؟ فرصة ربنا، يبقى اللي اصطفاهم دولي علم أزلا أنهم إيه هيكونوا كويسين، علم أزلا أنهم يكونوا كويسين. ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامة، ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصة. يبقى لهم هم كويسين من قبل ما يكون إيه، من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم إلى الأمور العقلية كده تجدهم مساويين، وبعدين يجي إيه، يجي أمر تكليفي وحنصطفيهم ويبقوا رسل وإلى آخر. طب إن الله اصطفى آدم، اصطفى تأتي بمعنى خصه بنفسه أو أخذه صفوة من غيره.
طب اصطفى آدم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ كانش حد جه. طب نوح زي بعضه كان فيه ناس وإبراهيم كان فيه ناس اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه او المصطفى عليه يأتي منه. المصطفى عليه يأتي منه من الذرية. نعم المصطفى عليه يأتي بإيه؟ منه. فإذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فإن ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له يعني. وإن لم يوجد مصطفى عليه أو لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين يبقى ينفع وإيه؟ وينفع. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان واحمل فيها من كل إيه؟ زوجين اثنين وأهلك تبقى هي البقية دي اللي إيه؟ اللي بقيت. نقول له طيب البقية اللي بقيت هي دي المؤمنة اللي كانت معنا؟ نقول له ما هي والأغيار جاءت في أعقابهم فنشأ كفر برضو إيمان. لأن هي المسألة إيه؟ المسألة أن آدم حينما خلقه الله وصنع له التجربة في الجنة التجربة التكليفية كان من الواجب أنه ينقل ما علمه الله لمين؟ لأنه اشمعنا نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم؟ علمتهم ازاي ياكلهم وازاي يشربوا وازاي يغسلهم وازاي يعملوا؟ مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا؟ ولازم آدم أدى ولا ما أداش؟ آدم أدى. لكن بمرور الزمان تبهتوا التكاليف. التكليف مرة نتفصى منه شوية 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 لحد ما إيه؟ لأن ما يتنسي. يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب إيه؟ رسالة. ساعة ما يجدد ويجيب رسالة الرسالة دي يعني تدي اللي كان موجود الأول فيما يتعلق بالعقائد والأخبار والأشياء التي لا تتغير والأحكام يجيب الأحكام المناسبة مناسبة للزمن. فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا بيضربوا على إيده خلاص يبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاك يعني مش غادر على نفسه يعمل المعصية إنما نفسه إيه؟ تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت ما عادش في أمل بقى. يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس تاني جديد بمعجزة. بإيه؟ كن ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شهادة للأمة بأن الله أمنها أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية ولازم حيكون فيها كده. وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي تاني بقى وما ما جابش نبي. ليه؟ لأنه هو أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعية. إن امتنعت المصافي الذاتية هتوجد المصافي الإيه؟ الاجتماعية. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ تأمرون بالمعروف. يعني هتفضل موجودة ولا لا؟ هتفضل تفضل موجودة. فإذا بعد نوح حصل برضو الغفلة يقوم ربنا يجيب إيه؟ استفاءات أخرى. يقوم بعد ما يجي يقول إيه؟ آدم ونوحا وآل إبراهيم. ما هو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء أبو الإيه؟ الأنبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادالها ميزة وآل عمران. وآل عمران آل عمران كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام فيه اثنين اسمهم عمران
في عمران اللي هو أبو موسى وهارون، وفي عمران تاني، عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصهر، وأبو أبوه وجده يعني اسمه قاهس، وبعد منه لاوي، وبعد منه يعقوب، بعد منه إسحاق، بعد منه إبراهيم. في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران، حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله، عمران ده ولا عمران ده. فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء، إن القرآن راح مديلهم تهدية. قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم إنه مش عمران اللي هو أبو موسى، بل عمران الثاني. عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده إيه؟ ابن ماسان. عمران ابن مين؟ ابن ماسان، وماسان ده من سليمان، سليمان من داود، داود من إيشي، إيشي من يهوذا، يهوذا من يعقوب، يعقوب من إسحاق. يبقى شوف الطول ده طويلة موجودة ازاي. يبقى دوكها عمران، موسى وهارون أبناء مين؟ عمران، عمران ابن يصر، خلاص، ابن قاهد، خلاص ده عال، ابن قاهد أيوة، ابن لاوي، ابن يعقوب، ابن إسحاق، قريبة الحالة. التاني لا، عيسى ابن مريم. ولذلك كنا زمان وإحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول لعم عم صديقية، عم عم صديقية، عم عم يعني عيسى ابن مريم، أدي عام الأولانية، خلاص. مريم بنت عمران، عمران ابن ماسان، أدي عام عام، خلاص. وبعدين إيه؟ سد سليمان، وبعدين داود، سدي سدا إيشي، يا ياء مشددة، يهوذا ويعقوب، الألف إسحاق، عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي إزاي؟ فيبقى في عمرانين اتنين. التبس الأمر على كثير وقال لك أي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا؟ نقول له أولا مجيء قصة مريم يدل على أن عمران الثاني ده، وأيضا يجب أن تفطن أيضا إلى أنه قال وكفلها زكريا، وزكريا دي أبوه كان اسمه إيه؟ آزن، وآزن كان معاصر لماسان. يبقى عمران إن هو بقى المراد هنا، عمران الثاني اللي هو أبو مين؟ أبو. والذي زودهم في اللخبطة إن من العجيب إن سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم أخت اسمها مريم بنت عمران، أدي اللي عمل ودي مريم بنت مين؟ بنت عمران. وكلمة مريم كانوا بيتفائلوا بيسموا بها لأن معناها في لغتهم العابدة، الإيه؟ العابدة. يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد، لأن القصة هتيجي لمين؟ لمريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حين تقول اصطفيت كذا على كذا، يبقى معناها كان من الممكن أن تصطفي واحدا من على كذا ده، يبقى لازم يكونوا موجودين. يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم، يبقى على عالم إيه؟ زمانهم، ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد. ما أقولش أنا اصطفيت واحد بقى واللي لسه اللي حيتولد، نقوله لا، إحنا بنتكلم على عالم إيه؟ على زمانهم. ذرية بعضها من بعض، حين يقال ذرية بعضها من بعض أنسابا
ولا دينا وقيما؟ طب ده ربنا علمنا في مسألة إبراهيم أن الأنساب عند الأنبياء أنساب الدم واللحم لا اعتبار لها، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين. إحنا كنا عرضنا حينما قال الله لإبراهيم وإذ ابتلى إيه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، فردها الله عليه وقال لا، ده إماما يعني إيه؟ ده إمام يعني مقتدى في الهدايات، لا ينال عهدي الظالمين. تبقى المسألة مش وراث الدم. فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير وراثة الدم، حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعدين قال إيه وارزق أهله من الثمرات. فيهم الحكاية بتاع زمان. قال له من آمن؟ قال له لا، خلطت الأمر يا إبراهيم، لأن الرزق قوت من أوجدت. أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزقهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فما تخلطش الإمامة بالإيه؟ بالرزق. قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق أهله. من آمن استدركه؟ قال له لا، ومن كفر. ليه؟ لأنني اللي استدعيتهم للوجود، وما دمت استدعيتهم للوجود يبقى رزقهم عندي، رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في إيه؟ لما يجي القرآن يجي في آية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية، ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الأقوال، العليم بيحرص الأفعال والخبايا الاثنين. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت، ساعة ما تسمع إذ ديا بيقدروا لها اذكر، لأن إذ دي ظرف، اذكر إذ جئتك يعني وقت إيه جئتك. إذ قالت امرأة عمران، بعض الناس أهل الفهم بيقول لك سميع عليم وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، يعني بده يربط الآية دي بإيه؟ سميع وعليم. سميع وعليم إيه؟ إمتى؟ قال إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني، إني نذرت لك ما في بطني محررة. الله، كلمة محررة دي ساعة ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد يعني إيه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه. برضو تاخد المادة حتى تشيعها في أي حاجة، حررت الكتاب، معنى تحرر يعني أصلحت ما فيه من إيه الفساد والتعديل والشطب والبتاع، اتحرر خلاص. قولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع إليها؟ هي موجودة في بيئة وتشوف الناس بتعتز بأولادها مش كده، وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم ويعيشوا علشان الولد يبقى عايزه وعشان يبقى قرة عين وعلشان يبقى مش عارف إيه، يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل أنا عايزاه أحرره من الحاجات دي كلها. أنا عايزه محرر مني وأنا محررة منه، يعني مربطوش بسادش، مربطوش بحوض، مربطوش برعاية. ليه؟
لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها أشياء عليه واتصالات بيبقى فيه إيه؟ ميل له. لا قالت له أنا عايز ذهب بعيد عن الحكاية دي. طيب أنت أنت يا امرأة عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك. أم قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولاية لما ينزلوا حاجة للبيت المقدس، طالما كانت لها الولاية يظل كما أرادت، فإن بلغ رشده خير تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك، ولا يبقى لك حرية تانية. إذا ساعة ما توجد له ذاتية نخيره. هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها، لا أنا محرر لخدمة الإيه؟ البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذاته محررة، ولازم تكون ذكر، لأن اللي كان بيقوم بخدمة البيت الذكرى، فتبقى معناها إيه؟ إني نذرت لك ما في بطني محررة، يبقى معناها إنها عايزة إيه؟ عايزة ولد ذكر. ما هو أصل الولد برضو يطلق على البنت، الناس برضو بتغلط، بس هو استعمال شائع إن الولد يطلقونه على الذكر، إنما الولد للمولود. قال إني نذرت لك ما في بطني محررة. كلمة نذر إذا سمعتها افهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف، من جنس ما كلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، انت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى انت ايه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الايه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. تصوم شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس، نظرت انك انت تعملها شهرين، انت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، انت نظرت اني قد 50% 10%، انت حر. يبقى ايه النذر؟ ايه زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نذرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي. ده امر زائد ولا لا؟ امر زائد. أمر زائد علشان إيه؟ خدمة البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك إيه، لأن ما دام فيه بيت لله يبقى لازم حد إيه يخدمه. إن قام به البعض يسقط عن الباقي، وإن لم يقم البعض يبقى أسم الجميع. أسم الإيه؟ الجميع. فما دام الدية نزرت، نظرت لك ما في بطني، والنذر يعطيك عشق العبادة لله، لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.